مفتاحنا لنقل المساعدات لشمال قطاع غزة، طريق شارع رشيد شارع البحر. رائد انسحبوا اليهود من عندنا، سكر الباب. الشهداء من شمال قطاع غزة اثناء انتظار مساعدات. رحنا بدنا ناخذ المساعدات بعد الطخ تبعهم طبعا. المهم رحنا لسه بمسك كيس الطحين وبمسك المعلبات طبعا، بنزلها من الشاحنة، قاموا طخوا علي، طخوني طلاق وتبع الشاحنة، عامل تنسيق معاهم، فعص رجلي وهي رجلي الحمد لله، يعني أصابعي راحوا. وإحنا إذا بدكم تجيبونا المساعدات زي هيك ما تجيبوهاش.